وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم. شارك الوفد البرلماني المغربي في الدورة 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي واللي منعقدة بالجزائر، وشفنا واحد الاحتجاج قوي من رئيس الوفد المغربي محمد أوزين. علاش؟ لأن عاوتاني دخلات قضية الوحدة الترابية المغربية وتجبدات في هذا الاجتماع، وبطبيعة الحال كان الرد قوي من المغرب. تخيلت في واحد الاجتماع في عوض اننا نهضروا على المشاكل اللي كنعيشوها، شنو قادين نديروا الى تحالفنا مع بعضياتنا؟ فاذا بك كيخرجوا لك عاوتاني ويبداو يستفزوا فيك، وعارفين انت ما غاديش تسكت وغادي ترد بقوه. وفي عوض كنا غادي نهضروا في الامور اللي كتهم الشعوب ديالنا، لا غادي نبقاو نهضروا في امور خاصه اللي بعيده كل البعد على محور النقاش. الرد كان في المستوى من محمد اوزين، نخليكم تسمعوا ليه وتخليوا لنا الاراء ديالكم، وكيف العاده ما تنساوش لايك، خليوا لنا الراي ديالكم في التعليقات، واللي مازال ما مشاركش معنا يشاركوا ويفعل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أيتما ديستما سلام ربي في اللون. سيد رئيس، سيد الأمين العام، السادة والسيدات الرؤساء ورؤساء الوفود، أخواتي إخواني الأعزاء، لا أخفيكم سرا، هي كلمة أتناولها باسم الوفد المغربي المشارك بكثير من التأثر وبزخم ومزيج من المشاعر، لأننا نؤمن أن ما يجمعنا بالأشقاء في الجزائر أكثر مما يفرقنا، فاللغات والثقافة والجغرافيا والتاريخ والعقيدة توحدنا وتعضد أخوتنا، كما أن المستقبل والمصير المشترك كونه نتاج مسار مشترك يجمعنا أيضا. كان بودنا أن تطأ أقدامنا في رحلتنا هاته لعناق الإخوة الجيران دون إكراه الالتفاف، والمرور عبر أرض الإفرنج لبلوغ أرض الإسلام لحضور تجمع الإخوة في الإسلام، لكن إصرارنا للحلول بين ظهراني إخواتنا بالجزائر كممثلي الشعب المغربي هو إصرار لعناق بين الشعوب الشقيقة وتشبث بالأخوة الإسلامية للتواصل والتشاور والعمل على تقوية اللحمة. الجزائر الشقيقة يا سادة أرض المليون ونصف مليون شهيد، بلد الشهداء الأجداد الذين ضحوا بدمائهم من أجل الأرض ومن أجل الحرية ومن أجل الوحدة الترابية. هي دروس ورسائل لهم لنا كأحفاد للتمسك بالوحدة والدود عن الوطن الذي لا يقبل التجزيء أو التقسيم أو الخيانة. والأكيد أن بناء الأفق الموحد إلى جانب باقي الأشقاء المغاربيين في تونس وليبيا وموريتانيا بنفس المرتكزات المشتركة هو سبيلنا الوحيد اليوم أو غدا، بغض النظر عن الظرفيات العابرة، لأن الوحدة المغاربية قدر تاريخي لا مفر منه، ولأن بناء تكثل اقتصادي مغاربي ممتد في عمقه الحضاري العربي والإسلامي خيار استراتيجي لا محيد عنه. مصيرنا واحد وقبله مسار واحد في الكفاح المشترك من الانعتاق من نير الاستعمار، حيث كانت شعوبنا تتآزر بتلقائية رفضا للوصايا ودفاعا عن الحرية. ما يجمع شعوبنا يا سادة يتجاوز الإكراهات العابرة، لذلك جئناكم اليوم من موقعنا كممثل الشعب وممثل الأمة بقلب أخوي، نريد عناق الشعوب التواقة لضم بعضها البعض لنبصم على تاريخ جديد يكون في مستوى تاريخ نضال الأجداد الشهداء. ويبقى السؤال، هل نحن في مستوى هذا الإرث والحكمة والانتصار للوحدة كما أوصانا بذلك الأجداد؟
وفي نفس الإطار نعتبر هذه الدورة لها بحرية التعبير، فهل هي العقلية الإمبريالية التي لا تزال تتعامل وفي الألفية الثالثة وبعقلية بائدة بقيت حبيسة النظرة الدونية التقزيمية للأفراد والشعوب والأمم؟ وقبل الختام أجد نفسي مضطرا إلى تصحيح بعض المفاهيم، لكن قبل ذلك نود التعبير عن امتعاضنا الشديد كوفد مغربي عن برلمان المملكة المغربية بغرفتيه، واحتجاجنا الأشد لدى السيد الأمين العام للاتحاد عقب كلام صادر عن سيدة البرلمان الأنديني يمس بالوحدة الترابية لبلد عضو ومؤسس للاتحاد وأثناء فعاليات وأشغال الاتحاد. والسيدة ليست عضوة في الاتحاد مجرد ضيفة، ولا تربطها أي علاقة بالتعاون الإسلامي، وهو ما نعتبره السيد الأمين العام المحترم خرقا سافرا لأهداف الاتحاد والتقيد بميثاقه، وزيغا عن فلسفة تنشئته ومراميه، وهدرا لحقوق الدول الأعضاء داخل الاتحاد، ومسا بكرامتهم، وخدجا لحيائهم، وحطا من وقار وهيبة فضاء الدول الإسلامية من خلال السماح لأفراد لا علاقة لهم لا بالعروبة ولا بالإسلام، فقط لهم علاقة وطيدة بزرع البلبلة وتسميم الأجواء الأخوية بين الأشقاء بالتدخل في شؤون داخلية بين أبناء الوطن الواحد. ونهيب بالسيد الأمين العام بالسهر على عدم تكرار هذا السلوك، والعمل على سحبه من تقارير اتحاد مجالس الدول الأعضاء من منظمة التعاون الإسلامي. فالمغرب كما الجزائر الشقيقة عانى من نير الاستعمار ونير الإمبريالية، وكان كفاحهما مشترك من أجل الحرية، وحصل المغرب على استقلاله منذ منتصف الخمسينيات، ومنذ ذلك الحين وهو ورث للبناء واستكمال لوحدته الترابية. لذلك وجب التمييز لمن اختلطت عليه المفاهيم بين المستعمر المعمر الطامع في الأرض والمجزئ لها، وصاحب الأرض الذي يسعى للذود عنها والحفاظ على إرث الأجداد من خلالها. ولإخواني في الجزائر الشقيقة أقول، هل كان لابد للسماح بتعكير هذا الجو الأخوي لبلد جار وأخ شقيق يحل ضيفا بين إخوانه وأخواته بعد حفاوة اللقاء وحرارة العناق وكرم الضيافة؟ لا أعتقد أخوتي أن ذلك كان ضروريا، وسأستعير تعبير للسيد النائب المحترم يوسف الرحمنية عن المجلس الشعبي الوطني لما قال خلال اجتماع للجنة السياسية عقب حديث بين الأشقاء هنيونا، وهو تعبير دارج في المغرب أيضا، وأنا بدوري وسيرا على قول السيد النائب المحترم أقول لكم رجاء ثم رجاء باسمي العروبة والأخوة والأمازيغية والإسلام هنيونا. وسأختم برائعة الراحل الجزائري بحمان الحراشي رائد الفن الشعبي العاصمي، وهو يقول سعفني ونسعفك، قدرني ونقدرك، عهدني ونعهدك، ما تسبقني العار، الله يخلينا أحباب طول الدهر واليام، والله نجينا من العيوب والجار حبيب الجار. كل متمنياتي بالنجاح لأشغالي المؤتمر. شكرا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، تخرج عليا بالرأي ديالكم. الناس مازال ما مشاركنش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العادة نشوفوا في فيديو جديد، وديما مغرب.